ظافر عابدين اختار لبنان لتكون محطته المقبلة للانتشار بمنطقة الشام من خلال مسلسل كراميل، اللي اعتبره ظافر من أهم المحطات في حياته الفنية، وعن دوره بالعمل وجديده في مصر وفي لبنان أيضاً كان لنا لقاء معه في بيروت. ظافر مشغول جداً بتطوير مسلسل كراميل، وهي التجربة الثانية مع ماجي بوغصن بعد مسلسل 24 إيراد اللي لاقى نجاح كبير بالوطن العربي. وليم الكلام اللي هقوله يفضل بقى. دور ما نقدرش نتكلم برشا على الدور، لكن مختلف، يعني كما قلت إطار كوميدي اجتماعي مختلف تماماً عن عالم 24 إيراد اللي كان في يعني عالم بوليسي ودراما. ممكن بالنسبة لي في أول مسلسل نقوم به في يعني يكون كوميدي، عملت فيلم عصمة أبو شنب مع ياسمين عبد العزيز، لكن في الدراما العربية أول مسلسل نقوم به مسلسل كوميدي. ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ بس احنا عايزين عملية كده تعدل الدماغ. تعدل الدماغ؟ توزن الدماغ؟ وبعد كراميل حلاوة الدنيا هتاخد ظافر من بيروت لمصر. بعد الأسبوع ده باش نعاود نرجع للقاهرة نكمل تصوير مسلسل تاني حلوة الدنيا. هو اجتماعي أكثر، درامي أكثر، خلطة حلوة أنه يكون موجود في مسلسلين مختلفين. عرف الظافر منذ بداياته بدور الجان أمام كتير من نجمات الوطن العربي، فمن الأقرب إلى قلبه. أنا محظوظ جدا أني تعاملت مع ممثلات يعني في قيمة منى شلبي، نيلي كريم، هند صبري، ماجي بوغصن. يعني الحمد لله في كل مرة أكون عندي حظ أن أكون مع يعني بطلة مهمة جدا. عارف أنا نفسي في إيه دلوقتي حلم؟ نفسك في إيه؟ نشوف مين أحسن واحد بيعمل دليفري كوارع. لو النبي بجد؟ انتشرت أنباء عن مشاركته لنادين جيم بفيلم جديد، لكن ظافر عنده تحفظ على هذا الموضوع. ما كانش في أنا أول مرة رسمة بالخبر. أنا بحترم جدا نادين وممثلة مهمة جدا، ولو يكون في عمل في المستقبل يجمع بيننا يا ريت. ظافر دائما ما ينشغل بتصوير الأفلام والمسلسلات بمصر أو بيروت بعيدا عن عائلته المستقرة بإنجلترا. طبعا موسم المسلسلات اللي هي موسم رمضان صعب جدا، أن طبعا الوقت يكون أكثر للتصوير وللعمل، لكن حاول في اوقات يعني يكون فيهم اوف، نسافر نشوف عائلتي ولا عائلتي يعني في الاجازات يجوا يشوفوني. We have set your meeting with Sheikh Khaled for the end of your trip after you and your friends have experienced the best of what Abu Dhabi has to offer. إجادة ظافر للغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية بالإضافة لموهبته وصلت ظافر للمشاركة في أعمال عالمية، وما زالت العروض مستمرة حتى الآن. إن شاء الله في فيلم إن شاء الله يكون تصويره الموسم القادم، لكن في الوقت الحالي تركيز الكل تركيز على المسلسل. In 10 times you'll have to know when you're beaten. Damn you, I can't. Once more.